السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكنيسة تقع في وسط لندن، وهي معروضة للبيع، وتصلح أن تكون مسجد، وتقع في حي اسمه في شارع اسمه هارو رود W10. نعم، فهذه الكنيسة معروضة للبيع وتصلح أن تكون مسجد، وهي في وسط لندن، تصلح أن تكون مسجد بناء حديث. الأخوان المهتمين وللناس أهل الخير اللي حابين يعملون خير، ممكن الاتصال على الرقم 00447459332172، أو انشر هذا الفيديو جزاكم الله خير، والدال على الخير كفاعله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة ثانية، هذه الكنيسة في وسط لندن مغلقة الآن، تصلح أن تكون مسجد، ويتقع في حي خليط بين مسلمين وغير مسلمين وبناء حديث. وللمهتمين مرة ثانية الاتصال على الرقم 00447459332172، أو انشروا هذا الفيديو جزاكم الله خير، لعل الله عز وجل ييسر أحد الناس المهتمين يشتري هذه الكنيسة وتصبح مسجد في ميزان حسناتكم إن شاء الله.